مرحبا بحضراتكم مره تانية، لسه مكملين معاكم في صباح اون تايم. انضم لينا ضيفنا العزيز النهارده، منورنا في صباح اون تايم الاستاذ مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع الفجر. استاذ مصطفى صباح الخير على حضرتك. صباح الفل على حضرتك وعلى مشاهدينك الكرام. يعني اكيد لسه كنت بتكلم قبل الفاصل مع حضرتك حاله بتعيشها الانديه المصريه، حاله من السعاده لجماهير قطبي الكره المصريه، الرياده للكرة المصرية في أفريقيا، سواء بفوز النادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا أو فوز نادي الزمالك بالكونفدرالية. شايف إزاي الرياضة المصرية الفترة دي؟ الحقيقة يعني بنبارك طبعا لقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك على السيطرة الإفريقية على بطولة أفريقيا للأندية الأبطال والكونفدرالية لنادي الزمالك. يمكن احنا بقالنا 30 سنة ما حصلناش هذا الحدث، يعني انه الاهلي والزمالك في نفس السنة يحصلوا على بطولتي افريقيا، وان شاء الله يبقى في مباراة سوبر عظيمة جدا على وزن مباراة القرن اللي حصلت من سنوات قليلة. شايف طبعا الحقيقة انه زي ما بيقولوا، انا بشوف الرياضة الافريقية نتيجة انه الادارة الجيدة. يعني بشوف انه اللي حصل السنه دي من نجاحات الاهلي والزمالك هو رساله لكل الناس انه لا يصح الا الصحيح. لما وجدنا اداره جيده لنادي الزمالك طريق بالنادي او من اكبر انديه مصر وافريقيا بشكل يدير مؤسسه مش بطريقه الاداره الحقيقه اللي هي كانت بالصوت العالي او بان انا بدير بملكيه خاصه، لان الحقيقه الاهلي والزمالك دول وانا بشوفهم اهم حزبين في مصر. الاهلي والزمالك بيتحكموا بشكل كبير جدا في مزاج المصريين، فاحنا شفنا خلال الفتره اللي فاتت نجاحات عظيمه جدا نتيجه طبعا الجهد الاداري اللي حصل من اداره الاهلي، وشفنا ده في اخر 5 سنوات. الحقيقه الاهلي بيوصل للنهائي وبياخد 4 بطولات من ال5 بطولات، وده حدث تاريخي اعتقد تكراره صعب جدا. نادي الزمالك كمان بيشارك في الكونفدراليه وبينجح في ظروف صعبه جدا 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 وفي عبء ثقيل جدا جدا وضغط جماهيري غير طبيعي في الحصول على الكونفدراليه. فالحقيقه امر يحسب للادارتين في المقام الاول، ويؤكد في رساله لكل ابناء هذا الوطن انه الاداره الجيده بتؤتي نتائج جيده طول الوقت، لانه كان زمان الناس بتشكك ان الصوت العالي هو اللي بيجيب نتيجه وانه مش عارف. الحقيقه بالعكس، انا بشوف انه الاداره المنضبطه، النهارده احنا عندنا مجلس اداره في النادي الاهلي يليق بالنادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا، مجلس اداره للنادي الزمالك يليق بحجم وجماهير نادي الزمالك، واحد من اعرق الانديه في افريقيا وفي الشرق الاوسط. استاذ مصطفى خليني اقف عند الكلام اللي حضرتك بتقوله، لان هو كلام مهم جدا واكيد دي دروس. يعني لما بنشوف حاجه ناجحه بنقول نجحت ليه وايه اسبابها، ومش عيب ان انت تقلدها في بعض الادارات او الاتحادات الاخرى بخلاف كره القدم. اداره نادي الزمالك بدات يعني بعد الانتخابات بتحديات كبيره جدا. نادي عنده مشاكل كتير، عنده مستحقات، عنده متاخرات، عنده ازمات قيد. بدا سيزون صعب. صحيح. جماهير نادي الزمالك كانت فاقدة الأمل في أي بطولة، يعني عشان نبقى واضحين وبنتكلم على أرض الواقع. صحيح. بدأ بتحديات لقينا مش بس على مستوى كرة القدم، الكلام اللي حضرتك بتقوله لقيناه بيصب في مصلحة الفولي بول، لقينا النادي بيقدم مستويات قوية على مستوى كمان الهاند بول، لقينا كرة القدم النادي بيحرز الكونفدرالية بطولة كبيرة وبطولة غالية في أفريقيا. فكلام مهم جدا ولازم نقف عنده. تحديات كتير قابلها مجلس الإدارة ولكن قدر ينجح في بعض الملفات وفي ملفات عالجها بشكل كبير. صحيح، وخدي بقى حضرتك احنا كمان عندنا اكبر تحدي كان فكره انه بعض الادارات السابقه عندها ميليشيات للسوشيال ميديا، فكانت بتشكل السوشيال ميديا شئنا ما بينا اصبحت مصدر ضغط ومصدر مؤثر في اتخاذ القرارات في الكثير من الادارات. وكان في ضغط كبير جدا على مجلس اداره النادي الزمالك الحالي نتيجه وجود ميليشيات مدفوعه كانت بتهاجم طول الوقت مجلس الاداره، ومع كل هزيمه اثناء البناء على فكره الحاجات بتاخد وقت طبعا، فكان طبيعي جدا ان فرقه الكره تاخد وقت لحد ما تقدر تحصل على بطوله، وهي الحقيقه ما خدتش وقت كبير، يعني ما شاء الله في وقت قليل جدا، وده عداله السماء زي ما انا بشوف الحقيقه، انه الناس دي تعبت جدا، الناس دي استلمت تركه ثقيله جدا لسه لحد دلوقتي بيدفعوا ثمنها. الناس دي دفعت خلال الفتره اللي فاتت يعني يمكن ما يزيد عن 5 مليون دولار فقط سداد ديون، مش 5 مليون دولار لشراء لاعبين، ده سداد ديون
ما كانوش هم المتسببين فيها، بعضها كان نتيجة رعونة إدارية لم تحدث في تاريخ الرياضة المصرية عموما. يعني أحد المشاكل اللي الزمالك بيدفع ثمنها دلوقتي نتيجة أنه أحد المسؤولين في نادي الزمالك راحت عليه نومة. يعني احنا بنتكلم على الحقيقة مشاكل وإرث كبير جدا يرفع القبعة لمجلس إدارة الزمالك. وبص بقى، يعني أقول لحضرتك على حاجة، الإدارة علم مش فهلوة. احنا لو بصينا على مجلس إدارة الزمالك هتلاقي أنه معظمهم ناس ناجحين جدا في مجالات الإدارة المختلفة. وبالمناسبة أنا مش لازم اللي يدير الكورة يبقى متخصص في الكورة، بالمناسبة اللي يدير الكورة يبقى متخصص في الإدارة، لأن الإدارة علم موجود في الهول في الكورة في 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 الفن في السياسة في كل المجالات طبعا. علم الإدارة هو علم ينفع يتأبلاي على كل المجالات. وكمان مهم ان يبقى في راي فني مهم جدا، لكن لازم يخش في الاطار الاداري عشان نوصل للنجاح المكتمل. وده اللي بيعمله الحقيقه مجلس اداره الزمالك، رئيس منضبط جدا. حتى شفنا ده منعكس على الجماهير، منعكس على التعصب الرياضي في الشارع الرياضي، منعكس ان احنا بنشوف رئيس نادي الاهلي او مجلس اداره نادي الاهلي موجود في نادي الزمالك، ومجلس اداره نادي الزمالك موجود في نادي الاهلي. زيارات المتبادله، التهنئات المتبادله لاول مره طبعاً. من فتره طويله جدا نشوف انه الاهلي بيهني الزمالك على الكونفدراليه والزمالك بيهني الاهلي على بطوله افريقيا. بنشوف انه حتى كابتن نادي الزمالك لما بيطلع بيتكلم بشكل كويس جدا على الاهلي. ما اعتدناش على كده، احنا كنا زي ما بيسموه، يعني مش عايز اقول مصطلحات قويه، يعني كنا طول الوقت عمليه كيد متبادله. لكن بنشوف النهارده لعيبه الاهلي بتطلع تتكلم كويس جدا عن الزمالك والعكس. ففي حاله الحقيقه من الانضباط في الشارع الرياضي المصري نتيجه ان احنا اخترنا صح. هو ده المعنى الاسمى للرياضه. صحيح. دايما بقول الرياضه اخلاق قبل صحيح. اي حاجه احط تحت منها 100 خط. ولكن خليني اقول لحضرتك واسالك عن مردود حصول الاهلي على دوري ابطال افريقيا والزمالك على الكونفدراليه، مردودها في الشارع المصري، مردودها على الجماهير المصريه، مردودها على الاداء الفني اللي ان شاء الله ينعكس على اداء لاعبي منتخب مصر. ده بقى الضغط بقى راح لحسام حسن، لان كل مصر مستنيه ان حسام حسن يصعدنا كاس عالم بقى، لانه احنا شفنا الاهلي الحقيقه عمل اللي عليه وحصل على احنا جايين لك جاهزين. بالظبط. كله بيقول لك دلوقتي كده. اكبر ناديين في مصر وبقوا اكبر ناديين في افريقيا. فخلاص انت دلوقتي زي ما بيقولوا انت كبير افريقيا قولا وفعلا. والحقيقه احنا المره دي تصفيات كاس العالم بالرغم من ان هي يعني مش سهله، لكن هي اسهل مره في التاريخ ان احنا نقدر نوصل كاس عالم. لانه المره دي الحقيقه لو ما وصلناش كاس عالم يبقى احنا محتاجين بقى نغير فكره انه نلعب بقى بلي مسافات طويله، نعمل اي حاجه غير كره القدم. لانه مش ممكن يكون دوله بحجم مصر فرقتين الكبار عندك، والكبار على فكره الفرقتين الكبار ما عندهمش محترفين كتير. يعني انت برضو اغلب اللعيبه المعتمد عليهم الفرقتين دول لعيبه في منتخب مصر، عندك المحترفين في احسن حالاتهم. عندك محمد صلاح يمكن مش في احسن حالاته، لكن محمد صلاح في الحاله اللي هو فيها دي هو من احسن واهم لعيبه العالم برضو. طبعا عندنا تريزيجيه في احسن حالاته، في الملعب لوحده بيقلق المنافس. صحيح ده. عندك مصطفى محمد في احسن حالاته، عندك محمد شريف في احسن حالاته، عندنا عمر مرموش في احسن حالاته على الاطلاق. فاحنا الحقيقه يعني حسام حسن يعني للاسف طبعا نتيجه العمليه اللي هو بيعملها، لكن في بدائل كتير. يعني هو انت ما عندكش ازمه خالص. عندك لعيبه الاهلي والزمالك ما شاء الله مش بس في احسن حالاتهم الفنيه، لا ده كمان في احسن حالاتهم المعنويه اكيد. ف يعني ان شاء الله منتظرين انه حاله السعاده دي تستمر مع المنتخب الوطني ان شاء الله بنسبه كبيره لو احنا ربنا كرمنا في ماتش بوركينا فاسو وغينيا. وعندنا كمان فاليو قويه جدا ان انت هتلاعب غينيا في المغرب. يعني هتلاعب غينيا في المغرب وتلعبها بعد كده في مصر، فانت يعني مش هتروح تلاعب الفرقه في بلدها، وده برضو قيمه مهمه بالنسبه لحسام حسن. فكل ظروف الحياه مهيئه ان احنا يكون عندنا ان شاء الله انتصارين قادمين بست نقط يضمنوا لنا بنسبه اكتر من 90% الصعود لكاس العالم باذن الله. دايما النقد بيبقى بناء او هدام. صحيح. ترد تقول ايه على اللي بيقول لك اصل بطوله دوري ابطال افريقيا، لو هنبتدي بدوري ابطال افريقيا، اصل هي ما كانتش الاقوى السيزون ده او الموسم ده، وتتويج الاهلي بيها عادي، الترجي كان في المتناول، حتى وصوله للفاينل مش احسن حاجه رغم ان هو اقصى سان داونز. شايف العبارات دي ازاي؟ ده دايما بيتقال. يعني عارف حضرتك طول الوقت كل مع كل انتصار بتلاقي انه يعني فكره التشكيك في الانتصار، وانه لا ده دي بطوله ضعيفه، لا دي مش عارف ايه. ده في بعض الناس كان بتقول والله لا ده الدوري اقوى من بطوله افريقيا. في بعض يعني عارف حضرتك طول الوقت، وكذلك الكونفدراليه لما قالوا على نهضه بركان ان هو الكونفدراليه تاخد بس شقين، يعني شق شق. صحيح. لا هما الاثنين تقريبا في نفس الحته، لانه احنا بنتكلم على انت
اقوى حد في هذه القاره بغض النظر بقى. لا تقول لي اصل السنه دي ايه اللي حصل في افريقيا، على فكره احنا عندنا طريقك كان سهل. لا عمر الطريق للبطوله ما بيكون سهل خالص، بدليل ان انت في الماتش الاخير في ماتش الترجي كان ماتش صعب جدا سواء هناك او هنا، كان ماتش وكذلك بالنسبه للزمالك في ماتش نهضه بركان. ولحد اخر لحظه انت مش كسبان بفارق كبير، انت كسبان بفارق هدف سواء الاهلي او الزمالك، فلا البطوله كانت صعبه جدا. احنا لو بنتكلم على فريق مثلا زي سان داونز من اقوى الفرق، فريق زي اسك كان قوي جدا بالنسبه لبطوله افريقيا، فرق كتيره جدا يعني احنا بنتكلم على يعني بنتكلم حتى على ينج افريكانز التنزاني كان فريق قوي جدا. لا البطوله اللي فاتت دي كانت بطوله قويه يعني. طبعا في بطولات بتبقى ساعات تطلع او يعني تقل او تطلع المستوى الفني بتاعها، ده بيحصل في بطوله اوروبا وبيحصل في بطوله افريقيا، بيحصل احيانا في كاس العالم، فالامر ده ما تقدرش تقيس عليه وتقول انت خلاص انت البطل. بغض النظر التاريخ هيذكر لك ان انت البطل، مش هيقول والله الترجي ما كانش في احسن حالاته، الترجي بدا البطوله ما كانش في احسن حالاته، لكن في الاخر نهاها على احسن ما يكون. وصل للفاينل. ومش بس وصل للفاينل، ده كسبان سان داونز اقوى فريق في القاره، اقوى فريق بيلعب كوره في القاره الافريقيه، كسبانه رايح جاي. يعني مش بس اقصى، لا ده كسبه في تونس وكسبه في بريتوريا في جنوب افريقيا، فلا لا طبعا البطوله الافريقيه كانت بطوله قويه، وبطوله الكونفدراليه كانت بطوله قويه ما كانتش سهله جدا. وبالنسبه للزمالك على فكره كسب الكونفدراليه في ظل ظروف يعني في غايه الصعوبه، يعني تخيلي بقى حضرتك ان الزمالك كمان كان الصفقات اللي ضمها ما بتلعبش، يعني ما كانش مقايضه افريقيه، كان عبد الله السعيد لانه كان لاعب، كان اغلب الصفقات يعني في بعض الصفقات تم قيدها، لكن اغلب الصفقات المهمه في النادي الزمالك ما تمش قيدها افريقيا. فالحقيقه لا تحيه للاهلي والزمالك، وعملوا بطولتين ولا اروع، والتاريخ دائما يذكر البطوله ولا يذكر كواليسها ويذكر صاحب اللقب. صحيح صحيح. طيب حضرتك اتكلمت عن فوز الزمالك بالكونفدراليه، واتكلمت عن الصعوبات اللي والتحديات اللي كانت صحيح امام مجلس الاداره والاسباب كمان لتتويج بالبطوله. على الجانب الاخر النادي الاهلي وتتويجه بالبطوله، عايز اعرف منك برضو شايف اسبابها ايه، مين صاحب الفوز، يسند الفوز لمين؟ البعض بيقول لك كولر، لا شويه انتقدوه، لا اللاعبين هم اللي كانوا عايزين يفوزوا، لا اصل مجلس الاداره والاستقرار هي اللي بتصب في مصلحه نتائج النادي. هاخد اجابه حضرتك ولكن استاذنك خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل لسه مكملين معاكم في صباح اون تايم، خليكم معانا. مكملين مع ضيفنا الكريم اللي منورنا النهارده في صباح اون تايم الاستاذ مصطفى ثابت رئيس تحرير موقع الفجر. استاذ مصطفى، يمكن قبل الفاصل كنت بتكلم مع حضرتك، اتكلمنا عن اسباب فوز نادي الزمالك بالكونفدراليه، ولكن سالتك عن نادي الاهلي بالتحديد لان الاسباب متعدده، والبعض يقول لك لا اصل كولر كان مش موفق في بعض الاوقات، لا اصل اللعيبه هي اللي كان عندها دفع للفوز، لا اصل مجلس الاداره حاله من الاستقرار بقياده طبعا كابتن محمود الخطيب والتعاملات وكلام كتير. صحيح. اصل النادي قلعه، اصل 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 اي مدير فني يجي يعمل سي في مع الاهلي. شفت الكلام ده كله ازاي وتنسب لمين حصول الاهلي على دوري ابطال افريقيا؟ يعني خليني الاول اقول حاجه هزار يعني وبعد كده انا نتكلم جد فيما يخص، يعني الحقيقه بينسب الفضل في البطولات الاخيره لسان داونز، يعني الحقيقه يعني لو احنا حبينا نقول ان لا سان داونز كان سبب الهزيمه بتاعت 5-0 دي الحقيقه كانت سبب في انتفاضه الاسد زي ما بيقولوا، يعني من بعدها تقريبا الاهلي ما خسرش غير بطوله واحده، كل البطولات شارك في النهائي وكسب كل البطولات، اعتقد خسر بطوله واحده من اخر 5 بطولات شارك فيهم النادي الاهلي، وكانت برضو خساره يعني وصيف يعني كانت خساره كمان يعني مش يعني خساره عابره كده يعني. فالحقيقه العناصر اللي حضرتك قلتيها كلها هي عناصر المكسب، رقم واحد الاداره، المدير الفني، اللاعبين، الجماهير، الحقيقه وعي الجماهير الاهلاويه، لانه الجماهير لو مش واعيه بعد هزيمه مذله 5-0 للاهلي من سان داونز كان هيحصل انهيار في الفريق، وكان لو الاداره كمان مش اداره عاقله كان هيبتدي بقى يحصل تسريحات لناس ومش هنجدد لناس وحاجات كتير جدا كانت ممكن تتسبب في انهيار الفريق، مش اعاده بنائه وسيطرته وغزوه للقاره الافريقيه بشكل كامل ومستمر. انا بشوف دايما ان الاجانب بيعرفوا النجاح بالاستمراريه وبيأكدوا انه يعني استمراريه النجاح هي اساس تعريف النجاح، ما اقدرش اقول ان انا خدت بطوله كده عابره يبقى انا خلاص كده عندي نجاح، لكن استمراريتي في الحصول على البطولات، استمراريتي في الاداء، استمراريتي في البناء،
لانه خلال السنوات دي هتلاقي ان السكواد بتاع النادي الاهلي بيتغير دايما، بيتضاف له عناصر يعني وبيطلع منه عناصر. محدش هيختلف ان كولر نجح مع النادي الاهلي بلا شك بلا شك. لكن خلينا اقول برضو لانه دي نقطه بدات تظهر في الفتره الاخيره وبنبه فيها اداره الاهلي وكولر نفسه، انه بدا يظهر في الفتره الاخيره شويه سنه حب وكره، سنه انفلات يعني مش متعودين عليه في الاهلي. طبعا بيحصل اجراءات، لكن بشوف انه لازم يكون المشاعر في تدخل بتتحكم. طبعا بدليل ان احنا شفنا قفشه هو لاعب اساسي مع منتخب مصر، بعدها بيطلع خالص بره القايمه من الاهلي باحتياطي، ولما بينزل كل مره الحقيقه بيعمل اداء ولا اروع. حتى في ماتش نهائي كان على مقربه انه يحرز هدف من اروع اهداف البطوله. بنشوف كهربا واحد من اهم اللاعبين واحسن لاعب في افريقيا السنه اللي بعدها على طول بيقعد احتياطي وبينزل، وكل ما بينزل برضه بيحرج الراجل. وكان بيلعب عليه واحد زي مودست، يعني حقيقة كان يعني من علامات الاستفهام الكبيره. بنلاقي بيرستاو مثلا مش يعني الفتره الاخيره دايما أفضل لما حالات. بيطلع، غير انه مش في افضل حياته، لما بيتم استبداله بيبقى فيه اعتراض بشكل غير لائق، مش متعودين انفعال. خالص يعني على ان ده يحصل في النادي الاهلي. فدي مؤشرات الحقيقه، لانه في وسط ما انت ناجح لازم تاخد بالك من المؤشرات اللي يجب ان انت تعالجها عشان تقدر تكمل وتستمر في هذا النجاح. طيب على الجانب الاخر جوميز وفوزه بالبطوله الاولى مع صحيح. نادي الزمالك، بتقول لي النجاح عند الاجانب هو الاستمراريه. صحيح. شايف بدايه الراجل موفقه، قادر جوميز بشكل نادي الزمالك اللي بدانا نشوف حاله الحماس كمان. صحيح. شفنا الروح المعنويه والحماس عند اللاعبين، عايزين ياخدوا بطوله. صحيح. عايزين يسعدوا جماهيرهم. صحيح. دي كنا من فتره لقيناها لا ما كانتش موجوده، رغم هم اللاعبين ما اختلفش كتير. صحيح. لا هو طبعا جوميز يعني فكره فوزه بالكونفدراليه اديته رصيد كويس جدا لدى جمهور نادي الزمالك، لكن حتى الان ما خدش صق البطوله، يعني من هو يستمر وان هو يبقى فيه قناعه فيه بنسبه 100%. حتى الان لسه جمهور الزمالك مش مقتنع قوي، وان كان بيعوض ده شويه هو حماسه ووجوده والروح اللي عملها الحياه في الفرقه، وجماهير الزمالك بتعتبر واحد من الجماهير اكتر من كونه مدير فني، تحس ان هو مولود في 100 عقبه يعني، وده فارق جدا مع اللاعبين وفارق مع الروح المعنويه بتاعت اللاعبين. هيبان اكتر لما الزمالك الحقيقه برضو المدرب ما تقدرش تحكم عليه قوي، لان السكواد بتاع الزمالك مش احسن حاجه يعني. في لاعبين عظماء ولاعبين جيدين جدا، لكن لا الزمالك محتاج 7 لـ8 لاعبين، وتقدر بعد كده تقيم المدير الفني تقول المدير الفني ده تقريبا في كل المراكز. احنا عندنا باستثناء حراسه المرمى عنده عواد وعنده محمد صبحي، هما الاثنين مش في احسن حالاتهم، لكن مع الاستمراريه ومع النجاحات ومع الفوز هيبتدي يتحسن مستواهم، لان هما الاثنين حراس رائعين جدا. طب شفت تصريحه ازاي بسياسه التدوير؟ يعني قال لك سياسه التدوير في حراسه المرمى لا انا طبعا مش بامن بيها، واحنا اكيد عارفين وده كلنا. شاطر. برافو عليه برافو عليه. يعني قال لك مع عوده عواد من جديد هو اللي مكمل. مفيش يا جماعه في حته في العالم نجحت فكره سياسه التدوير في حراسه المرمى تحديدا. حراسه المرمى ده مركز حساس، الغلطه فيه بهدف يعني، فمفيش. والزمالك تحديدا اخر 3 أو 4 سنين سياسه التدوير كانت سبب رئيسي في انه اهتزاز مستوى الحراس. انت جايب عواد وهو في احسن حالاته، وجايب محمد صبحي وهو نجم متالق وفي احسن حالاته، ومع ذلك سياسه التدوير اللي حصلت ادت لانهيار مستوى الحارسين. لما بدانا نستقر وبدا النادي الزمالك يستقر على عواد، الحقيقه تطور مستوى عواد بشكل كبير جدا، وبدا يستعيد جزء كبير من مستواه. وان كان على فكره حتى الان عواد بالنسبه لي انا يعني 30% من مستواه يعني، لكن عواد حارس عنده كل مقومات انه يبقى من اهم حراس افريقيا ومنطقه الشرق الاوسط. محمد صبحي كمان حارس متميز جدا وواعد جدا، وفكره انه يبقى جاهز زي ما شفنا مثلا تجربه مصطفى شوبير في الاهلي، ان انت طول الوقت جاهز ولما بيجي لك الفرصه بتنقض عليها وبتكون متالق وبتبقى اهم حارس في افريقيا، لان انت عندك حارس كبير قدامك بتضيفه لبعض وبتبقى جاهز طول الوقت. ده الحقيقه سياسه محترمه جدا من المدير الفني، اتمنى استمرارها. اخيرا تتوقع ان شاء الله منتخبنا قادر ان هو يعني يحصد الـ3 نقاط في المباراتين؟ قادر جدا يعني منتخب مصر ما شاء الله لا قوة الا بالله. عندنا احسن سكواد في اخر 20 سنة، عندنا اهم لعيب في العالم محمد صلاح، عندنا احسن حارسين في افريقيا محمد الشناوي ومصطفى شوبير، ومعاهم الثالث عواد، يعني ما فيش احسن من كده. لو بصينا على خط الدفاع عندنا محمد عبد المنعم، عندنا ياسر ابراهيم، عندنا رامي ربيع، عندنا الوينجين فتوح احسن باك شمال في افريقيا، عندنا نص الملعب حدث ولا حرج، احنا عندنا كتيبه، عندنا منتخب كامل يعني. فانا متاكد انه ان شاء الله منتخبنا هيكسب الماتشين اللي جايين وهيصعد كاس العالم ان شاء الله بقياده حسام حسن زي ما صعدنا 1990. بس رساله بقى للجماهير ان هي
الحقيقه مصر اولا ونملى الاستاد، واتمنى بعد طرح التذاكر ب 10 دقائق يكون جماهير كل الانديه بتتهافت عليها وتخلص بعد 10 دقائق زي ما تعودنا في ماتشات الاهلي والزمالك. موضوع التذاكر بتخلص بعد 10 دقائق بقى عامل ازمه للناس ان شاء الله. لا يعني اتمنى مع المنتخب تخلص بعد دقيقه مش 10 دقائق ان شاء الله. الجماهير تملى المدرجات وان شاء الله دايما تكون في ظهر منتخبها الوطني، لان هو ده الاول. يعني انا بضم صوتي لصوت حضرتك قبل الانديه، المنتخبات، منتخبات منتخبنا الوطني طبعا اهم من اي شيء ان شاء الله، مهمه قويه يقدر ان هو يتفوق في مباراه بوركينا فاسو قبل مباراه غينيا بيساو. استاذ مصطفى ثابت رئيس تحرير موقع الفجر، انا بشكرك، شرفتني ونورتني وكنت سعيده بوجود حضرتك معايا. انا بتشرف بوجودي دايما في اون تايم سبورت ومتشرف بوجودي مع حضرتك. شكرا. وان شاء الله يكون وشنا حلو على المنتخب ونتقابل الله. بعد ما نفوز الماتشين باذن الله. ان شاء الله باذن الله كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. مشاهدينا كده وصلنا لختام حلقتنا النهارده، اشوفكم على خير باذن الله، حلقه جديده من صباح اون تايم، الى اللقاء.